المقابلة كنظن بأن المقابلة كانت في الشوط الأول متكافئة، على المقابلة الأولى كنظن بأن تفاجأنا بهدف في بداية المقابلة، من بعد حاولنا أن نرجعوا بالطريقة اللي كان لعبوا بها. فكنظن بأن المنتخب المصري فطن أن كنلعبوا كنخرجوا بكرتنا في دي بالون بروبر من اللور، فكنظن بأن درنا أن بريسينغو واللي يربك بعد اللاعبين. رغم ذلك رجعنا في المقابلة جبنا هدف التعادل. في الشوط الثاني كنظن بأن كان فريق واحد اللي كان هو المنتخب المصري، اللي كان في المستوى الكبير، اللي كيتقن لي كونتر اتاك بشكل كبير، لأن كنعرفوا بأن كيلعب 3 5 2 واللي جوار دو كولوار عندهم دي جوار تري فور. فكنظن بأن خلقوا لنا عدة متاعب. بالنسبة لينا كنا كننتظروا أن الدخول ديال أدام اللي ما كانش في المقابلة ديال الأولى أن يعطي إضافة بعد المرض ديالو، ما كانش في المستوى، لان كان مزيان كنا ننتصروا اكثر، لانه لاعب عنده اللي كي يبغي محل هاد الملاعب هادو كبيره بالفيتاس ديالو، كيبغي حتى جوار دو كونتر ديسباس، ولكن كنظن ما كانش في المستوى. مجمل القول درنا جوج المقابلات استفدنا منهم الشيء الكثير. المقابله الثانيه كنظن كنا نهزم اكثر من 3 ديال الاهداف ماشي غير جوج، ولكن كتبقى مقابله وديه مع عده اخطاء صحوم. كذلك اللي بغيت نضيف هو ان كاينين اللاعبين اللي كما كيقولوا ما بقى عندهم ما يعطيو، لان المستوى ديالهم نزل، بغينا نعطيهم شويه الفرصه باش يرجعوا في المستوى ديالهم، ولكن للاسف ما والو. كنظن بانه بعدنا ان شاء الله في اكتوبر ضد فيفا الجايه عندنا جوج مقابلات في تونس مع المنتخب التونسي، ان شاء الله غادي يكونوا محترفين اخرين، بحال لاعب طنان الهركليس، بحال لاعب البوعزاتي الحمد لله ذاك يدرب مع فريق دورتموند الفريق الاول. كنظن بان هاد اللاعبين ان شاء الله، كذلك اللاعب الساخي اللي كيقدم اداء طيب، اللاعب حمزه حفيظي للاسف كان مصاب ولاعب اشبر، كنظن هاد اللاعبين ان شاء الله غادي نستدعيهم. وكما تقديم الطريق المنتخب الوطني ديما محلوله لجميع اللاعبين المحترفين، ولا للاسف البطوله هاد اللاعبين هما اللي كاينين، هاد المواليد هما اللي كاينين. فكنظن حنا بالنسبه لنا نستفدنا من هاد المقابلات، ورغم ذلك فاحنا امنين بان عندنا فريق في المستوى. السي بن عيشه تكلم على ريكورد صغير، انا بالنسبه للتغيير شحال؟ كنظن بان كما قلت لك الولاد الوساطير كاين ديال الفريق الوطني، دونك هذا هو الاساس. وساتيور كاين ما عندناش مشكل، كنقدر نقول تقريبا بواحد 70 حتى 75%، لان غيكونوا غير لاعبين محترفين. فكنظن بان اللاعب مرابط اللي جا اليوم ما لعبتوش، علاش؟ لان جا يوم الاربعاء 3 بالليل، فكنظن متعب، ولعبنا مع تعويده تماره ومع كان فيه ضرب والبرد وداك الشيء. فكنظنش ما يمكنش لنا في هذه المقابله اللي كان فيها الريتم عالي، انه لاعب اللي عنده يلاه 18 عام. وكنظن بان المقابله الجايه نقدروا نشوفوا في لعيبه رسمي. بخصوص ايوب ياسين لاعب وطرخت واش كاين شي امكانيه باش تجيبوا ماركاتو؟ كما قلت لك فاحنا بالنسبه لنا كنا كنعاني ولا لا مع كان بين فيربي، ولكن كان هو المسؤول على الانتدابات ديال اللاعبين المحترفين، ولكن كان من قبل الاكثريه ديال اللاعبين ديال اقل من 17 سنه واقل من 20 سنه. بالنسبه للمنتخب الاولمبي كتعرفوا بانهم اللاعبين اللي سون ماجور، لاعبين اللي كبار اقل من 23 سنه، فما يمكنش انا نجيب لاعب كيلعب مثلا مع السيفا ولا ليكيب بي ديال شي فرقه. كنظن بغينا شي لاعبين بحال 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 كعبوني، بحال حدادي مثلا، بحال طنان، هاد اللاعبين اللي كيلعبوا بحال سميتو الجعدي، لاعب اللي في المستوى الكبير. ما يمكنش ان احنا ناخذوا لاعب اللي كيلعب مثلا مع السيفا ولا مع شي فريق اقل درجه من القسم الوطني. بخصوص نعم بخصوص هشام هشام خلوة، كنظن بانه كان عنده مشكل ديال سميتو، كان معنا في تربوز ديال رمضان ما كانش فيه ضد فيفا، قدم اداء طيب جيد، فقال لي
تقدر تسمح لي ما نجيش لان عنده مشكل مع الفريق ديالو باغي يقلبوا لي على الفرقه. فكنتفاجئ بالمجيء ديالو مع المنتخب اقل من 20 سنه اللي مشى لقطر، وكنظن بان خلوه لاعب اللي في المستوى الكبير، فهو مع المجموعه وشارك معنا في عده تجمعات. لاعب حكيم زياش المنتخب حديثا فكنظن بان منين كنعطيو العطيوله كان ديال الان كاين نصر لاركيت، فاذا لاحظتوا في الندوه الصحفيه اللي دار في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قال لك احنا ما يمكنش ان نعيطوا عليه اذا ما كانش لاعب كيلعب مع الفريق الاول، فهو اللي غادي يمشي انه يتكلم مع الاباء ديالو. كتعرفوا المشكل اللي كيكون ديال المحترفين، غادي جوار لي مينور ما يقدرش واخا يتكلم معاك. انا وقع لي مع الكعبوني دار معايا، مشيت عنده من بعد ما استقبلنيش دونك فوالا. دونك حنا بغيناك، ولكن راه كيبقى اختيار ليك انت. راه كما قلت لك راه الفريق الوطني راه اللي غيعطي اضافه، راه ما كاينش شي مدرب في الدنيا ما كاينش شي لا انا شخصيا لا ما كاينش شي مدرب في الدنيا عنده لاعب غادي يربحو مثلا راه هو الاول ويربح بلادو راه ما غيبغيش. دونك السؤال ممكن نقول واش السيناريو باش تفاجئ اليوم بالمستوى ديال الفريق، واذا تفاجئ واش هذا المفاجئ التفاجئ مضاعف مادام تعشتي مع هاد اللاعبين بزاف. كما قلت لك فكنا كننتظروا بان غنقدموا اداء احسن من الاداء ديال نهار ثلاثة. هذه هي كرة القدم. لا بيان سور تفاجأت بالمستوى اللي بدينا به والمستوى اللي سالينا به اكيد. فانت كتعرف بان عندك فرقه مزيانه، لاحظتوا في المقابله الاولى رغم التعادل فكنا في مستوى احسن واحسن. كنظن بان رغم انه هاد اللاعبين ما لعبوش المقابله ديال يوم الخميس ما كانوش في المستوى لا فريشور ما عرفت. دونك كتوقع، ولكن الحمد لله هذه مقابله وديه. كنتمناو انه كما قلت لك كاين مشكل اللي غادي نعالجوه ان شاء الله مع سي ناصر لاكيل، وخصنا ان كوتش مونتال اللي خصكم تعرفوه هو ان تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال اللاعبين عندهم مشاكل كبيره وكبيره جدا، من دونهم حارس بن عاشور. كاينين اللاعبين اللي كيعانيو من مشاكل نفسيه كبيره وكبيره بزاف. ان شاء الله نحاولوا مع سي ناصر مع الاكاديمي انه نعالجوا هذا المشكل. شكرا.